انا هعمل لكم شير للشاشه. اتكلمنا على ريليجنس اكسبلانيشن اللي حاولوا يفسروا بيها البلاك بودي راديشن وفشلت، لان كانت بتعمل حاجه كنا بنسميها الالترا فايلت كاتاستروفي، كارثه الالترا فايلت، ان عند لو ويف لينث الريليجنس ثيوري البريدكشن بتاعها بيقول ان الانتنسيتي هتروح لانفينيتي، في حين الاكسبيرمنتال بتقول انها هتنزل الى الزيرو. وقلنا ان بلانك جه وعمل فكره الكوانتايزيشن، وقلنا يعني ايه كوانتايزيشن، يعني كميات غير قابله للتقسيم، وقلنا ان لازم الان هنا دي تبقى انتجر نمبر، تبقى رقم صحيح واحد واثنين وثلاثه، ما فيش نص وربع وثلث، مش الكلام دوت. وان حط تو اسامبشنز، ان الانرجي ديسكريت فاليوز، وان عشان اتحرك من ليفل لليفل يعني اعمل اميشن او ابسوربشن لانرجي، يبقى لازم يا اكتسب واحد كوانتم كامل يا اسيب واحد كوانتم كامل، عمليه الليفلز المختلفه. ها، وبعدين لما بدا يعمل النموذج بتاعه، ها، وحط المعادله الجديده بتاعته ديت، وحط اتش اللي هو كان بيسميه ادجاستنج بارامتر، بارامتر هو بيظبطه، ها، ووصل للشكل دوت، فوصل ان الاكسبيرمنتال والثيوريتيكال يتوافقوا مع بعض. ده اللي احنا قلناه الاسبوع اللي فات. طيب قلنا مش دي الظاهره الوحيده اللي بتدي اهميه لعمليه الكوانتايزيشن او اللي اظهرت الحاجه لنظريه الكوانتم، لكن في حاجه ظواهر ثانيه. زي ايه؟ زي الفوتو الكتريك افكت، التاثير الكهروضوئي. يعني ايه التاثير الكهروضوئي؟ الفوتو الكتريك افكت دوت اوكيز بيحصل، ثانية واحدة بس، آسف، أوقف الصوت لدقيقة واحدة. رجعت لكم تاني يا اولاد، معلش انا اسف. قلنا يعني ايه فوتو الكتريك افكت؟ الفوتو الكتريك افكت occurs when light incident on a certain metallic surface. هيعمل ايه بقى الضوء دوت لما ينزل على الميتاليك سيرفيس؟ causes electrons to be emitted. الكترونات هتخرج من السطح ده لما ينزل عليها الضوء، ده بيسموه الفوتو الكتريك افكت. والاميتد الكترونز، الالكترونات اللي هتخرج دي اسمها فوتو الكترونز، الكترونات ضوئيه ناتجه من الضوء، ناتجه من نزول الضوء عليها. خلاص، ببساطه ده شكله اهو. الشكل دوت ببساطه عباره عن ايه؟ عباره عن تو الكترودز، سالب وموجب، تبعا للبطاريه دي. طبعا الطرف الموجب هو السي دوت، السي، ها، السي دوت واصل بالطرف الموجب، والاي واصل بالطرف السالب، ده السالب وده الموجب، اوكي كده. الضوء ساقط اهو، اللي هو الاخضر ده ساقط على الاي، ساقط على البليت اللي اسمه اي. لما سقط على البليت اللي اسمه ايه؟ ايه اللي حصل؟ خرجت فوتو الكترونز. لان السي، لان البليت اللي اسمه سي ده عند بوزيتيف بوتنشال، عند جهد موجب، فالالكترونات دي سالبه هتجري ناحيه البوزيتيف. فلما هتجري ناحيه البوزيتيف هتوصل تيار كهربي، فهلاقي ان الاميتر ده يقرا شد التيار، والفولتميتر ده يقرا فرق جهد. يبقى نتيجه لوجود الضوء حصل وجود شده للتيار وفرق جهد بين طرفين التو بليتس دول. ده بيسموه الفوتو الكتريك ايميشن او الفوتو الكتريك افكت، نتيجه للحدوته دي. طبعا اول حد عمل الاكسبيرمنت دي عالم شهير جدا اسمه هيرتز، هنريش هيرتز. تعالوا نشوف الاكتف فيجر بتاعنا اهو، ونشوف هنستنتج ايه من اللي هنشوفه في الاكتف فيجر. مهم جدا اللي احنا هنستنتجه.
اللي بعده اهو. ركز بقى معايا كويس جدا، ركز معايا كويس جدا. انا هنا حاطط المتر رقم كام؟ المتر رقم واحد. شدة الضوء مالها؟ شدة الضوء ضعيفة، شدة الضوء ضعيفة، الضوء نازل اهو وشدته ضعيفة. اقول له اشتغل، اعمل السويبنج، وريني الفولتج الابلايد بوتنشال هيتغير ازاي مع الكارنت اهو. نتيجة لنزول الضوء الالكترونات بتخرج اهي شايفينها بتجري ناحية السي. ها ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل ده؟ سويب فولتج، ايه اللي حصل؟ انا بدأت ببوتنشال ماله؟ بدأت ببوتنشال ماله؟ ببوتنشال كبير. فرق الجهد هنا كبير. اهو نرجع كده، اهو فرق الجهد كبير. هوقف انا كده. فرق الجهد كبير، ايه اللي حصل؟ نتيجة لأن فرق الجهد كبير في شدة التيار عالية. طب لما أقلل فرق الجهد، أقلل فرق الجهد هنا في البطارية دي، طول ما في فرق جهد الإلكترونات عمالة تجري. طب كمل. ها؟ إيه اللي حصل؟ لسه فرق الجهد صغر أهو، قرب من الصفر. فرق البوتنشال أبلايد هنا قرب لإيه؟ للزيرو، وما زال في كارنت. طب إذا كان ما فيش فرق جهد، فرق الجهد تقريبًا صفر، ازاي في شد التيار؟ قال لك لان اوتوماتيكالي الالكترونات دي واخده انف كاينتيك انرجي، معاها كاينتيك انرجي كفايه انها تنط من هنا لهنا وتوصل تيار كهربي. طب تعالى بقى اعكس طرفين البطاريه، بص على البطاريه دي دلوقتي لما اقول له سويب بوتنشال او سويب فولتج، وبص على البطاريه، عملت ايه للبطاريه دلوقتي؟ اتعكست صح؟ اتعكست. يعني ايه؟ يعني الطرف سي دوت كان المفروض يبقى موجب، ده متوصل دلوقتي بجهد ايه؟ بجهد سالب. يعمل ايه مع الالكترونات؟ يعمل لها ريبالشن، يعمل تنافر، سالب مع سالب يعمل تنافر. لكن ستيل في بعض الالكترونات، شايف الالكترون ده معاه كاينتيك انرجي عاليه جدا، فقدر يوصل لهنا ويوصل تيار كهربي، يبقى لسه في شده تيار كهربي. يبقى شد التيار الكهربي جايه منين؟ جايه من الالكترونات، شايف اللي عندها سهم عالي دوت؟ دي عندها كاينتيك انرجي عاليه، فتقدر تنط من البارير ده وتوصل الناحيه الثانيه. طب كمل كده. كبر البوتنشال السالب، كبر البوتنشال السالب، البوتنشال السالب بقى كبير جدا لدرجه ايا كان الالكترون ومعاه اي انرجي هيحصل له تنافر، فيبقى الكرنت بكام؟ بصفر. ده بيسموه الكات اوف كارنت، سوري الكات اوف بوتنشال، الجهد الحاجز، الجهد اللي هيمنع اي الكترونات جايه من الاي رايحه للسي. ليه؟ لان بقى فرق الجهد كبير قوي. طب يا ترى هل الشكل ده يتغير لو انا زودت شده الضوء؟ انا زودت شده الضوء اهو، زودت شده الضوء، انا لسه ببص على الكارنت والبوتنشال، الكارنت والبوتنشال. بص هنا النقطة دي بقت فين؟ بدأت من إيه؟ بدأت من higher current، عند نفس البوتنشال شدة التيار أعلى، يبقى في إلكترونات أكتر بتوصل، إلكترونات أكتر بتوصل، شدة الضوء عليت. طب كمل أهو 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 أهو، هنا عند صفر بوتنشال في current وأعلى من الكرنت عند low intensity برضه، لأن الضوء لأن شدته عالية هيديلي إلكترونات أكتر، كاينتيك إنرجي كبيرة تقدر تنط ليها توصل للسي. طب نكمل نخليه سالب. لما بقى سالب وشد، خلي بالك حصل له كات أوف إمتى؟ عند نفس البوتنشال، عند نفس فرق الجهد. يبقى رغم إن أنا غيرت شدة الضوء، لكن الكات أوف بوتنشال فرق الجهد اللي هيمنع ان الالكترونات تيجي من الاي للسي هو هو. طب لو خليته هاي انتنستي، شايف هنا ايه اللي حصل؟ كل اللي حصل ان شده الكارنت بتزيد يا اولاد. ليه؟ لان شده الضوء زادت، لكن في النهايه الكات اوف عند نفس قيمه البوتنشال. في مشكله في الكلام ده؟ عظيم جدا. ده كله للميتال واحد، ده كله للميتال واحد. طب تعالوا نشوف الميتال اتنين. لو انا خليته ميتال 2، ميتال 2
وقلت له اشتغل. بص ميتال 2 ايه اللي حصل؟ عمل نفس البيهيفير بس الستوبنج بوتنشال بتاعه مختلف، خليه ميديوم كده، ها نفس البيهيفير بس الستوبنج بوتنشال بتاعه مختلف، ده ميتال 2. طب تعال نشوف ميتال 3. ميتال 3 اهو، ها ميتال 3 عند ميديوم برضه، خلينا نبدا بميديوم اهو، نفس البيهيفير، كبير تيار كبير بيقل 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 عند صفر بوتنشال، التيار له قيمه لكن الستوبنج بوتنشال الجهد الحاجز، الجهد الحاجز مختلف. يبقى ايه اللي بيتغير من معدن لمعدن تاني؟ حتى لو انا مشتغل بنفس اللايت انتنسيتيز، اللي بيتغير الستوبنج بوتنشال. يبقى لنفس المعدن، للمعدن رقم واحد الستوبنج بوتنشال ثابت، استخدمت شده اضاءه عاليه، شده اضاءه متوسطه، شده اضاءه منخفضه، دايما الستوبنج بوتنشال ثابت للمعدن الواحد، لكن من معدن لمعدن، من ميتال لميتال، الستوبنج بوتنشال بيتغير. اوكي كده يا اولاد؟ دي العلاقه بين مين ومين؟ ده عمليا، خلي بالك كل الكلام ده من الاكسبيرمنت، عملي. العلاقه دي بين الكرنت والبوتنشال. قال لك طب تعالى يا ترى نوع الضوء اللي انا مستخدمه الفريكوانسي بقى هتاثر على الكاينتيك انرجي بتاعت الالكترونات ولا لا؟ تعال نبدا زي ما بدانا، ميتال واحد ولو لايت انتنسيتي، شده اضاءه منخفضه، شده اضاءه منخفضه، واقول له لو سمحت غير لي الفريكوانسي كده وقول لي الدنيا هيحصل فيها ايه. غير لي الفريكوانسي وقول لي الدنيا هيحصل فيها ايه. ايه اللي حصل هنا؟ ركز معايا. عند فريكونسي صغيره الكاينتيك انرجي بالسالب، يعني مفيش الكترونات اصلا، مفيش الكترونات اصلا هتخرج. بص 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 هوقف كده، الضوء نازل اهو، هل في الكترونات خرجت من الاي؟ لا مفيش الكترونات خرجت من الاي. لحد امتى؟ لحد عند فريكونسي محدده. شايف الفريكونسي دي؟ بدات الالكترونات تخرج. يبقى في فريكونسي محدده تخرج عندها الالكترونات، يبقى ليها كاينتيك انرجي، يعني توصل تيار، يعني تعمل فوتو الكتريك افكت. طب لو الفريكوانسي اقل من كده؟ لا مش هتعمل، يعني عندي حاجه بيسموها كات اوف فريكوانسي. كات اوف فريكوانسي، فريكوانسي هيحصل عندها كات اوف. طب لو كملت، كل ما الفريكوانسي بتزيد بقى الكاينتيك انرجي بتزيد، علاقه طرديه. يبقى العلاقة بين الفريكونسي والكاينتيك انرجي طردية، لكن في كات اوف فريكونسي أقل منها مفيش الكترونات هتخرج. طب الكلام ده عند شدة ضوء إيه؟ منخفضة. طب علي شدة الضوء شوية وشغل نفس الكلام، هتلاقي نفس الخط بالظبط، ما عمليش خط تاني. يعني إيه؟ يعني تغير شدة الضوء، بص أهو تغير شدة الضوء هتغير لي إيه؟ هتغير لي الستوبنج بوتنشال، لكن مش هتغير لي، سوري، تغير شده الضوء ما غيرتش الستوبنج بوتنشال، ما غيرتش الكات اوف فريكونسي، نفس قيمه الكات اوف فريكونسي، نفس الفاليو، نفس الفاليو اللي حصل ان الكاينتيك انرجي بس زادت شويه. يعني الميل بتاع الخط هو اللي اتغير، السلوب، السلوب بتاع اللاين هو اللي اتغير، لكن الكات اوف فريكونسي ما اتغيرتش. طب ده الميتال واحد، طب روح لميتال اتنين كده. بص بقى ميتال اتنين ايه فرقه عن ميتال واحد؟ ايه فرقه عن ميتال واحد؟ الكات اوف، الكات اوف فريكونسي هي الفرق. طب ميتال ثلاثه كلهم عند نفس الشده عند الميديوم، ها؟ ايه اللي اتغير؟ بين واحد واثنين وثلاثه الكات اوف فريكونسي متغيره. الكات اوف فريكونسي متغيره، لكن العلاقه بين الكات اوف فريكونسي والكاينتيك انرجي طرديه، كل ما ده يزيد ده يزيد، انما عند قيمه معينه اقل منها ما يحصلش خروج الفوتو الكتريك افكت. انا هنزل دي لتحت كده عشان هكمل وبعدين احتمال ارجع لها تاني. يبقى اهو الفوتو الكتريك افكت ريزلتس، دي ريزلتس بقى اللي انا شفتها بعينيا. شفت ايه بعينيا؟ شفت ات لارج، ات لارج دلتا في The current reaches maximum value، عند فرق جهد كبير الكرنت كبير اهو. وبعدين
كل ما البوتنشال بيقل ايه اللي بيحصل للكرنت؟ بيقل لحد عند نيجاتيف بوتنشال دلتا في بقيمه معينه الكرنت هيحصل له دروبنج هيقل، وعند دلتا في معينه التيار هيساوي ايه؟ صفر. القيمه دي بسميها دلتا في اس الستوبنج بوتنشال، الستوبنج بوتنشال فرق الجهد اللي هيوقف الالكترونات مش هيخليها تعدي. خلي بالك اهو لو لنفس الميتال دايما الستوبنج بوتنشال متساوي رغم اختلاف الانتنسيتي زي ما احنا شفنا في الاكتف فيجر. تمام كده؟ الكلاسيكال بريدكشن قالت ايه؟ والاكسبيرمنتال ريزلتس قالت ايه في الحدوته دي؟ في حاجتين هنا بيتكلم عليهم بيوريني الاكسبيرمنت قالت ايه والكلاسيكال بريدكشن قال ايه. تعال نشوف واحده واحده. اول واحده الديبندنس اوف فوتو الكترون كاينتيك انرجي اون لايت انتنسيتي، العلاقه بين الكاينتيك انرجي واللايت انتنسيتي. الكاينتيك انرجي واللايت انتنسيتي، شدة الضوء، شدة الضوء. تمام؟ تعال نشوف الكلاسيكال بريدكشن قال ايه؟ التفسير الكلاسيكي لما بيجي يبص للقصة دي قال لي الالكترون should absorb energy continually from the electromagnetic wave، هيفضل الالكترون يمتص الموجات الكهرومغناطيسية اللي هي الضوء الساقط عليه، وكل ما الانتنسيتي تزيد on the metal as the light intensity incident on the metal is increased the electron should be ejected with more kinetic energy. الكينيتيك انرجي هتعلى، الكينيتيك انرجي هتعلى. اوبا نرجع للاكتف فيجر كده، نرجع للاكتف فيجر. فين الاكتف فيجر؟ اهو. لا انا عايز الاكتف فيجر يا ولاد، ثانيه واحده الفلاش. نرجع للاكتف فيجر. لما كنت بغير اللايت انتنسيتي، لما كنت بغير اللايت انتنسيتي هل الكاينتيك انرجي كان بيحصل لها حاجه اطلاقا؟ بصوا كمل كمل في نفس المسار، خليه لو نفس المسار خليه له ميديوم هاي. ها الكاينتيك انرجي ما بتتغيرش، الكاينتيك انرجي هنا ما بتتغيرش. يبقى الكاينتيك انرجي من الاكسبيرمنت ليها علاقه باللايت انتنسيتي؟ لا ملهاش اي علاقه، الاكسبيرمنت بتقول لي ان ملهاش اي علاقه. اوكي ارجع هنا، يبقى الكلاسيكال بريدكشن بيقول لي لو شدة الضوء زادت الكاينتيك انرجي هتزيد، ده هيزيد ده هيزيد، ده الكلاسيكال. عمليا عمليا لا، عمليا الماكسيموم كاينتيك انرجي از اندبندنت اون ذا لايت انتنسيتي، ما بتعتمدش عليها اصلا، ما بتتغيرش معاها. ذا ماكسيموم كاينتيك انرجي از بروبورشنال تو ذا ستوبنج بوتنشال، وطالما الستوبنج بوتنشال ثابت يبقى الكاينتيك انرجي ثابته. لإن لو كان في كاينتيك انرجي بتزيد كنت كل ما زودت شدة الضوء كان الستوبنج بوتنشال اتغير لأن كانت معايا كاينتيك انرجي أعلى. تعال بص كده للأكتف فيجر، هنا لما أنا بغير اللايت انتنسيتي للميتال الأولاني مرة اتنين تلاتة هل الستوبنج بوتنشال بيتغير؟ لأ، يبقى اللايت انتنسيتي لا تغير الستوبنج بوتنشال وبالتالي لا تغير الكاينتيك انرجي. يبقى دي اول بريدكشن، اول بريدكشن فاشل غلط. الكلاسيكال والاكسبيرمنتال بينهم كونتراديكشن، بينهم تضاد. الكلاسيكال بتقول نون دايركتلي بروبورشن، اكسبيرمنتال بيقول ما لهمش علاقه ببعض، اكسبيرمنتال بيقول ما لهمش علاقه ببعض. طب تاني حاجه التايم انترفال بتوين انسيدنت اوف لايت اند ايجكشن اوف فوتو الكترون. تعال نبص على الاكتف فيجر كده، تعال نبص على الاكتف فيجر واجي اقول لك انا هرجع لميتال واحد مثلا ها ولو لايت انتنسيتي ايا كان يعني ها.
وهقول لك هنزل الضوء، مجرد ما الضوء هينزل يا اولاد، بص الالكترونات خرجت في ساعتها، خرجت في ساعتها فورا فورا خرجت الالكترونات، تمام؟ طيب الكايناتيك انرجي طالما عديت، بص بص طالما عديت هنا اول ما عديت الكات اوف فريكونسي خرجت الالكترونات، يبقى الاكسبيرمنت بتقول لي ايه؟ مجرد ما الضوء يوصل للميتال الالكترونات هتخرج. طيب يبقى الاكسبيرمنتال ريزلتس بتقول لي الكترون ار ايميتد الموست انستانتينيوسلي، انستانتينيوسلي يعني لحظيا، ايفن ات فيري لو لايت انتنسيتي، حتى لو شده الضوء ضعيفه جدا، تمام؟ الكلاسيكال بقى بيقول لي ايه؟ الكلاسيكال بيقول لي حتى لو شده الضوء ضعيفه A measurable time interval في فترة زمنية should pass between the instant of the light is turned on، ما بين لحظة إن شغلت الضوء، and the time an electron is ejected from the metal. يبقى في measurable time، في فرق زمني واضح أقدر أقيسه ما بين إني شغلت الضوء وبين الإلكترونات خرجت. طب ليه الفترة دي؟ قال لي الفترة دي required for the electron to absorb the incident radiation، هياخد وقت عقبال ما يقعد يمتص الإشعاع الساقط عليه دوت، ويفضل يجمع فيه، يفضل يعمل build up للإنرجي لحد ما يبقى معاه enough energy to escape from the metal، لحد ما يبقى معاه energy كفاية إنه يخرج من المعدن. هل الكلام ده صح؟ لا، الكلام ده غلط. لو الضوء مش هيخرج شدته قليله، شدته كبيره، طالما الفريكونسي اقل من الكات اوف مش هيخرج. فده تاني كونتراديكشن، تاني تضاد بين الكلاسيكال والاكسبيرمنتال. طب تالت حاجه، الديبندنس اوف ايجكشن اوف الكترون اون لايت فريكونسي، اللايت فريكونسي هل ليها علاقه ولا لا؟ تعال نرجع اهو، اقل من فريكونسي معينه مفيش كاينتيك انرجي، يعني مفيش الكترونات. شغل كده، اوب بص كده، انا في الفريكونسيز دي، في الرينج ده من الفريكونسيز، وقاعد اهو بقالي شويه، الضوء نازل اهو. لو الالكترونات هتجمع طاقه كانت زمانها جمعت وخرجت، انما بص بقى اول ما هعدي الكات اوف فريكونسي ايه اللي هيحصل؟ اكسبيرمنتلي بص بص بص، اول ما عديتها بدات الالكترونات تخرج لحظيا. يبقى معنى كده ان شده الضوء مش بتاثر، اللي بيأثر الفريكونسي التردد، يعني الانرجي اللي شايلها كل وحده ضوء. كلاسيكال انرجي بتقول لي ايه؟ كلاسيكال ثيوري بتقول لي الكترون شود بي ايجكتد ات اني فريكونسي، عند اي تردد، از لونج از ذا لايت انتنسيتي از هاي انف، عند شده الضوء عاليه، عند شده الضوء عاليه. ليه؟ لان اخينا ده يقعد يجمع لحد ما يبقى معاه انرجي. Experimental لا، Experimental بتقول لي no electrons are emitted if the incident light falls below some cutoff frequency. في cutoff frequency، لو انا التردد اقل منها عمر ما الالكترونات هتخرج. والcutoff frequency دي characteristic للماتيريال، ولقينا ان الcutoff frequency اتغيرت لما انا غيرت نوع الميتال، نوع المعدن. وبيلو ذا كات اوف فريكونسي مفيش الكترونات هتخرج ريجاردلس اوف ذا انتنستي، ايا كانت شده الضوء الساقط، ايا كانت شده الضوء الساقط. يبقى تالت واحده كونتراديكشن، تضاد بين الكلاسيكال والاكسبيرمنتال. اخر واحده الكاينتيك انرجي وعلاقتها بشده باللايت فريكونسي، هل يا ترى الكاينتيك انرجي ليها علاقه بالفريكونسي؟ الكلاسيكال بريدكشن قالت لك نو ريليشن شيب between the frequency of the light and the kinetic energy، مفيش علاقة. الفريكونسي والكينيتيك انرجي مفيش بينهم علاقة. الكينيتيك انرجي دي علاقتها مع اللايت انتنستي اللي احنا قلنا ما بتحصلش. في الاكسبيرمنت بقى، في الاكسبيرمنت هرجع لك اهو، في الاكسبيرمنت اللايت انتنستي هي اللي ما بتغيرش حاجة. اللايت انتنستي لو انا بصيت على النقطة الحمراء اللي هنا دي، لو انا بصيت عليها في الكينيتيك انرجي مع الفريكونسي هي ما بتتغيرش مكانها، شده الضوء ضعيفه شده الضوء كبيره مش هتفرق، ها بتكمل على طول في نفس المسار بتاعها. يبقى شده الضوء ما بتاثرش، انما الفريكونسي هي اللي بتاثر، ده اللي قالته الاكسبيرمنت. يبقى ده رابع حاجه
فرق ما بين الكلاسيكال وبين الاكسبيرمنتال. عملت مشكله القصه دي؟ عملت مشكله. معنى كده ان الاكسبيرمنتال ريزلتس كونتراديكت اول فور اوف كلاسيكال بريدكشن، كل الاربع كلاسيكال بريدكشن كونتراديكت، متعارضه مع الاكسبيرمنت، كلها متعارضه. جه بقى اينشتاين زي ما تحب تسميه، قال لك والله انا هاخد الكونسبت اللي حطه بلانك بتاع الكوانتايزيشن وهطبقه على الالكتروماجنتيك ويفز، على الموجات الكهرومغناطيسيه اللي منها مين؟ اللي منها الضوء، اللي منها الضوء، وهقول ان كل الالكتروماجنتيك راديشن اللي في الدنيا هي ستريم اوف كوانتا، هي سيل من الكوانتات، وكل كوانتا فيهم اسمها ايه؟ اسمها فوتون. فحط مفهوم جديد اسمه الفوتونات، الفوتونز، وقال لي كل فوتون هيبقى معاه انرجي كامله اسمها اتش اف اف، ومفيش نص فوتون ولا ربع فوتون، يعني مفيش نص اتش اف ولا ربع اتش اف، يبقى نفس المبدا بتاع الكوانتايزيشن بتاع بلانك. كويس؟ بس كده؟ قال لك لا، علشان الالكترون يخرج من اي ميتال، علشان الالكترون يخرج من اي ميتال لازم يحقق المعادله دي. الكاينتيك انرجي اللي هو هيكتسبها، الكاينتيك انرجي ماكسيمم بتساوي اتش اف طاقه الفوتون، الفوتون معاه انرجي اسمها اتش اف ناقص فاي. مين فاي دي بقى؟ سماها الورك فانكشن. مين الورك فانكشن دي؟ قال لي دي المينيمم انرجي with which an electron is bounded to the metal، اقل طاقه ترابط بين الالكترون والمعدن. فلو انا اديت له طاقه الربط دي يبقى انا كسرت الرابطه بينه وبين الميتال اللي هو فيه، يبقى لازم الاول ادي له مين كامله؟ ادي له فاي. لما ادي له فاي كسرت الرابطه بينه وبين الميتال اللي هو فيه. طب والزياده اللي اكتر من فاي اللي هي اتش اف ناقص فاي، الالكترون ياخدها كايه؟ ككاينتيك انرجي. وقال لك والله هو ده القانون اللي يحكم الفوتو الكتريك افكت. بالمناسبه يعني بسبب التفسير دوت لاينشتاين للفوتو الكتريك افكت سنه 1905، وحط التفسير ده 1905، حصل على جائزه نوبل. حصل على جائزه نوبل طبعا بعد 1918 اللي هو خد فيها بلانك نوبل. بلانك فسر الفوتو البلاك بودي راديشن 1901، 1918 خد نوبل برايز. جه بعد منه 1905 اينشتاين خد المبدا بتاعه وعممه وحط المعادله اليتيمه اللي قدامنا ده اهي، ها كاينتيك انرجي ماكسيمم بتساوي اتش اف ناقص فاي. لما عمم الكلام ده وحطه تمام خد نوبل برايز هو كمان، بس بعد بلانك لما بقت الكوانتم ثيوري ستابلايزد. طب تعال نشوف، طبعا كل معدن له فاي مختلفه، عندك جدول اهو، كل معدن له فاي مختلفه. الفايات دي على فكره تفسر ليه كل معدن له ستوبنج بوتنشال ثابت، ليه كل معدن له كات اوف فريكوانسي ثابته، لانه له ورك فانكشن ثابته. المينيمم كاينتيك انرجي اللي هو محتاجها عشان تخرج الالكترونات دي قيمه ثابته، فيبقى عند القيمه دي اول ما اداله يبتدي يخرج الكترونات. اوكي كده يا اولاد؟ تمام. بدا بقى يفسر الاربع حاجات اللي احنا قلناهم قبل كده كان فيهم كونتراديكشن. اول واحده المعادله بتاعته ما فيهاش اي اشاره لشده الضوء، يبقى بالتالي شده الضوء ليس لها اي علاقه، اللي هي هنا شده الضوء علاقتها بالكاينتيك انرجي. الكلاسيكال كانت بتقول الاثنين دايركتلي بروبورشنال، الاكسبيرمنتال بتقول لا ما لهمش علاقه. المعادله بتاعت اينشتاين ما فيش اي ذكر لشده الضوء، يبقى ما فيش اي علاقه. يبقى هنيجي هنا يقول لك اول حاجه شده الضوء والكاينتيك انرجي، الكاينتيك انرجي از اندبندنت اون ذا لايت انتنسيتي لانها مش موجوده في المعادله، لكن بتعتمد على مين؟ على الفريكونسي، ودي موجوده في المعادله. يبقى اول حاجه اتفاق بين الاكسبيرمنت وبين الاكسبلانيشن اوف اينشتاين.
تاني حاجة التايم انترفل. التايم انترفل ده هو حلها ازاي؟ مجرد ما الاتش اف تبقى اكبر من او تساوي الفاي الالكترونات هتخرج، يبقى ايتش الكترون كان هاف انف انرجي تو ايجكت الكترون immediately. لو انا معايا قيمه اكتر من الفاي يبقى التايم لاج مش موجود. تاني حاجه مرتبطه بالاكسبيرمنت، الاكسبيرمنت وهي ودي متفقين. تالت حاجه، هل يا ترى في ارتباط بالفريكوانسي؟ كان الكلاسيكال ثيوري بتقول لي لا مفيش. هنا لا، ده واضح جدا ان انا لو اف دي مش عاليه كفايه ان تخلي لي اتش اف اكبر من فاي مفيش الكترونات هتخرج. يبقى في قيمه مينيمم للاف، قيمه مينيمم للاف، لو مش موجوده الانرجي مش هتبقى كفايه انها تخرج اهو. without enough energy electron cannot be ejected regardless of light intensity. ودي تالت حاجه فيها توافق. تمام. اخر حاجه الفوتو الكترون كاينتيك انرجي مع اللايت فريكونسي، هل يا ترى في بينهم علاقه؟ اه طبعا، الكي والفريكونسي العلاقه بينهم علاقه طرديه، علاقه طرديه، كل ما دي تزيد دي هتزيد. اوكي كده، يبقى دي رابع حاجه فيها توافق. يبقى معنى كده النظريه اللي حطها اينشتاين فسرت بشكل كامل الفوتو الكتريك افكت، فسرت بشكل كامل طبعا اللي احنا شرحناها من شويه الكات اوف فريكونسي وتغيراتها. تمام. طب ازاي اجيب الكات اوف فريكونسي؟ ها الكات اوف فريكونسي دي يعني الكاينتيك انرجي بتساوي صفر، كاينتيك انرجي هتساوي صفر، يبقى معنى كده اتش اف سي ناقص فاي بتساوي صفر. ودي الفاي الناحيه الثانيه، ودي الفاي الناحيه الثانيه، يبقى الاف سي هتساوي فاي على اتش. يبقى انا لو عايز اجيب قيمه الكات اوف فريكونسي فاي على اتش. طب لو عايز اجيب الويف لينث اقسم سي على الفريكونسي، ما هو الضوء بيمشي بسرعه مين؟ بسرعه الضوء. يبقى سي على الفريكونسي او اتش سي على فاي تديني الكات اوف ويف لينث ده لو انا عايز احسبه. اوكي كده يا اولاد. طيب من هنا بقى هرجع للكتاب، من هنا هرجع للكتاب بتاعي. ليه الكتاب بتاعي؟ لانه في اجزاء تانية مش موجوده في البرزنتيشن هقولها لكم من الكتاب عشان نكمل الجزء بتاع الانترودكشن للكوانتم. طيب طبعا هنا في اكزامبل هتلاقيه محلول اهوت لو انت عايز تبص على اكزامبل. اوكي طيب، من الجزء بتاع تفسير الفوتو الكتريك افكت ظهر لي حاجه جديده اسمها الفوتون. ظهر لي مبدا جديد اسمه الفوتون. ايه الفوتون ده؟ ده الكوانتم اوف لايت اللي قلنا مجموعه من الكوانتات هي اللي تعمل لي الضوء، هي اللي تعمل لي الضوء. يبقى معنى كده ان الكوانتم ده كانه اليمنتري بارتكل هو اللي عمل لي الكوانتايزيشن بتاعت اللايت. خلاص؟ يعني كوانتم فرد وكوانتا بلورال جمع، يبقى الجمع كوانتا والمفرد كوانتم. تمام. وده الاكسبلينيشن اللي حطه اينشتاين سنه 1905. يبقى الضوء بيتكون من مجموعه من الفوتونات او الكوانتا. كويس كده. طب ايه الخواص بتاعت الفوتون؟ قال لي الفوتون ده له مجموعه من البروبرتيز. اول حاجه الفوتون ده له مومنتوم، له كميه حركه، طبعا له انرجي. الانرجي بتاعته بتساوي ايه؟ اولا اهو الفوتون له انرجي، الانرجي بتاعته بتساوي ايه؟ اتش اف اف، ثابت بلانك مضروب في التردد. يبقى الفوتون له انرجي، ونظره اينشتاين ليه انه حاجه شبه البارتكل، شبه الاجسام. فطالما شبه الاجسام يبقى له كمان مين؟ له مومنتوم، له كميه تحرك، كميه تحرك. طيب كميه التحرك دي بتاعته نجيبها ازاي؟ هي كميه التحرك ايه في ايه يا اولاد؟ المومنتوم ام في في، الماس في الفيلوستي، الماس في الفيلوستي. بس كده؟ لا، ممكن تبقى الانرجي على سي. جابها منين دي؟ هنعرف بعد شويه.
يبقى المومنتوم بتساوي الانرجي على سي، اللي هو لو انا شلت الاف وحطيت مكانها سي على لامدا يبقى اتش على لامدا، يبقى البي المومنتوم بتاعت الفوتون بتساوي اتش على لامدا، اتش ثابت بلانك على لامدا الطول الموجي للضوء اللي احنا بنتكلم عليه ده. طب عظيم. طب طالما له مومنتوم مش يبقى له ماس؟ يبقى له كتله ولا ما يبقاش؟ يبقى له كتله. طب هل يعتبر ايه ماس فعلا؟ قال لي والله اخينا ده الريست ماس انرجي الكتله بتاعته هو واقف في مكانه بتساوي صفر، بتساوي صفر، لكن له انرجي ولو مومنتوم. طب يا ترى لو موفينج ماس، لو كتله متحركه؟ قال لي اه. ده يرجعني فين بقى يا اولاد؟ ده يرجعني للريلاتيفيتي بتاعت الترم الاولاني، يرجعني للشابتر الاخير الريلاتيفيتي. هاجي هنا كده واقول له نيو سلايد، اقول لك والله كان في معادله كده للريلاتيفيتي، كنا نقدر نقول ايه بقى؟ نقدر نقول ايه في الريلاتيفيتي؟ خلي بالك، ما احنا عايزين نشوف هنعرف نكتب الكلام ده بريلاتيفيتي ولا لا. انسيرت ايكويشن، نقول له ايه بقى؟ نقول له الموفينج ماس تساوي الريست ماس اللي هي ام نوت على الجذر التربيعي، فاكرين الكلام ده يا اولاد؟ واحد ناقص، بعدين اعمل كده او مش كده بالظبط، ثانية واحدة سوري، اعمل كده الاول بعدين معلش انا هكتب المعادلة بالتفصيل، انا عايز كل حاجة تبقى واضحة يعني، وهكبر لك حالا. واحد ناقص وبعدين جوه القوس نعمل كده V على C ربيع، وبعدين امسك ده كله كده واكبر الفونت جدا عشان بس اوريك المعادلة اللي انا بتكلم عليها. ادي المعادلة، الموفينج ماس هتساوي ريست ماس على الجذر التربيعي الواحد ناقص في على سي كل تربيع. الضوء بيمشي بسرعة ايه؟ بسرعة الضوء. يعني الفي دي اشيلها واحط مكانها مين؟ احط مكانها سي. طب سي على سي بكام؟ بواحد. واحد ناقص واحد بكام؟ بصفر. مش كده ولا ايه؟ طب والريست ماس بتاعته اصلا كانت بكام؟ كانت بصفر. يبقى معنى كده المعادلة دي، معنى كده المعادلة دي، ثانية واحدة، فين المعادلة؟ المعادلة دي هتبقى صفر على صفر. صفر على صفر يعني ايه؟ يعني ايه صفر على صفر؟ حد يقول لي كده، حد يكتب لي على الشات، يعني ايه زيرو على زيرو؟ حد عارف يعني ايه زيرو على زيرو؟ خلي بالك انا بحاول افسر الموفينج ماس والريست ماس بالحاجه انا درستها اللي هي الريلاتيفيتي، اللي هي المرحله اللي تاليه للكلاسيكال ثيوري لكن قبل الكوانتم. ايوه، undefined value، كميه غير معرفه او غير معينه، كميه غير معرفه او غير معينه. يعني معنى كده ايه؟ يعني معنى كده ان حتى الكوانتم مش قادره تديني اجابه، سوري مش الكوانتم، انا اسف، حتى الريلاتيفيتي مش قادره تديني اجابه. امال مين اللي يديني اجابه؟ نفسه، مين هو دوت اينشتاين هو اللي اداني الاجابه. اداني الاجابه منين يا جماعه؟ اداني الاجابه من واحده من اشهر معادلات اينشتاين. ايه المعادله الشهيره دي؟ المعادلة الشهيرة دي معادلة بتقول
كبر بس الفونت. أظن كلنا شفنا المعادلة دي في وقت من الأوقات. E بتساوي ام سي سكوير، E بتساوي ام سي سكوير. يعني معنى كده إيه؟ يعني معنى كده إن الإنرجي دي أقدر أجيبها بدلالة الماس اتش اف، أنا آسف اتش اف. يبقى معنى كده ام سي سكوير بتساوي مين؟ بتساوي اتش اف اف. أه يبقى معنى كده أقدر أجيب الماس هنا اللي هي الموفينج ماس هتبقى بتساوي اتش اف على سي سكوير اللي انا حطيتها لك هنا في الجدول. عرفت اتش اف على سي سكوير دي جت منين؟ اتش اف على سي سكوير دي جت من معادله برضو اللي حطها مين؟ اينشتاين، عشان يقفل بيها ويكمل بيها معاني الفوتون والكوانتم بارتكل. اوكي كده؟ طيب هل دول بس الحاجات اللي فيها كوانتم؟ لا، كمان لو احنا يعني من ضمن الحاجات حاجه اسمها الاكس راي برودكشن. الاكس راي برودكشن دي ايميشن اوف فوتونات، برضه فوتونات بتخرج، ضوء بيخرج. دي عكس الفوتو الكتريك افكت، عكسها ازاي؟ هنا مين اللي ساقط؟ مين اللي بيعمل بومباردمنت؟ مين اللي بيضرب؟ اللي بيضرب الكترونات. ادي الجهاز، دي اكس راي ماشين مبسطه جدا، عباره عن فيلمنت، فتيله. الفتيله دي سخنه جدا، بسخنها باكسترنال باتري، بتسخن جدا، فلما تسخن يبقى في انرجي كفايه للالكترونات انها تكسر الروابط مع الماده فتخرج. الكترونات سالبه، والانود اللي هو القطب الموجب توصل بالبوزيتيف، عامل فرق جهد انا كبير جدا، عشان يبقى ما يبقى فرق جهد كبير يبقى الالكترونات دي تاخد هاي كاينتيك انرجي وتجري تضرب في مين؟ تضرب في الانود، تضرب في القطب الموجب. لما تضرب في الانود تعمل كولاجن جامد جدا. لقينا ان نتيجه كده بيخرج اشعاع غير معروف. اول حد اكتشف الاشعاع ده 1895 واحد اسمه ويليام رانتجن. ويليام رانتجن، والجهاز اللي قدامنا ده يعني شكل مبسط من الاباريتس، من الجهاز اللي هو عمله علشان يعمل الاكس راي. طب ايه اللي عرفه ان في اشعه وليه سماها اكس راي؟ اولا هو ما كانش بيشوف الاشعه، ده هو كان بيعمل اكسبيرمنت تفريغ كهربي، فرق جهد كبير اهو، فبيعمل تفريغ كهربي، فالمفروض انه يظهر له شراره، يظهر له سبارك، خلاص. لكن لقى ان لما بيجري التجربه ديت عنده فوتوغرافيك بليتس محفوظه في قلب الكفرز بتاعتها، لقى انه يجي يستخدم الفوتوغرافيك بليتس ديت اللي هي الواح التصوير، يلاقي الواح التصوير دي بايظه، يشوف الواح التصوير يشتريها جديده ويتاكد منها ويحطها، يعمل الاكسبيرمنت تبوظ. فقال لك لا، معنى كده ان الاكسبيرمنت اللي انا بعملها دي بتخرج نوع من الاشعه، الاشعه دي الري ده او الاشعاع ده اشعاع غامض، اشعاع غير معلوم، اشعاع غير معروف. فبما ان الانون الغير معروف العلماء بيسموه اكس، الحاجه الغير معروفه، الحاجه المجهوله يسموها اكس، فسمى الإشعاع ده إكس راي، إكس راي، أشعة إكس. وأول حد صوره أو أول صورة أشعة موجودة صورة أشعة الإيد في 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 الرينج فينجر، تاني صباع في الإيد، في علامة كأن حد لابس خاتم يعني، فبيقولوا إن دي صورة هو عملها لإيد زوجته، لإيد مراته، يعني أول حد جرب فيه مراته على طول كده عشان يخلص يعني. طيب ايه علاقه بقى القصه دي كلها بالكوانتايزيشن؟ الكوانتايزيشن ببساطه شديده جدا، الاشعه دي لما بداوا يدرسوها لقوا ان في نوعين من الاشعه بيخرجوا. نوع بيسموه برمشتر لانج راديشن، برمشتر لانج موجوده قدامك مظلله اهي، برمشتر لانج دي كلمه المانيه لان ويليام رانتجن راجل الماني يعني، معناها بريكنج راديشن، بريكنج يعني حاجة بتقلل السرعة، حاجة بتقلل السرعة. ولقوا إن البريمشتر لانج راديشن دي كونتينوس راديشن، أشعة مستمرة. شكلها عامل إزاي يا جماعة؟ أهو الانتنستي بتاعت الإشعاع مع الويف لينث. لقى إنه لما بيغير فرق الجهد اللي هو حاطه هنا ده
اللي هو الاكسلريتنج فولتج اللي موجود هنا ده، كل ما الاكسلريتنج فولتج ده يزيد، لا ايه اللي بيحصل؟ بص اهو، لا الكيرفات دي بتظهر عند 20 كيلو فولت اهو، عندنا ماكسيموم انتنسيتي عند لامدا معينه. طب زودت، حصل شيفت اللور لامدا، ها؟ طب زودت شيفت اللور لامدا، يعني ايه اللور لامدا؟ يعني هاير فريكونسي، يعني هاير انرجي. ده طبيعي، انا بدي طاقه اعلى يبقى لازم اخد انرجي اعلى. مش بس كده، المساحه اندر ذا كيرف بتكبر، ده شيء طبيعي جدا، كونتينوس سبيكتروم للاكس راي. خلاص، جت النظريات الكلاسيكيه تفسر وتقول لك كوليجن، تصادم، والتصادم ده بيخرج كل الراديشن الممكنه. لقوا ان الكلام ده مش صح، ده فيه كات اوف برضه، كات اوف ويف لينث هنا، كات اوف ويف لينث هنا، كات اوف ويف لينث هنا عند A و B و C و D اللي موجودين قدامك في الفيجرز. دي مينيمم ويف لينث عندها، خلاص ما بيظهرش اي راديشن. تمام؟ فمعنى كده الويف موديل اهو، الويف موديل قال لي الالكتروماجنتيك ويف برودوسد وين الكترون سلامز انتو ذا انود، يخبط في الانود، شود بي انالوجي to the sound wave produced by crushing couples together. لو انا خبطت حاجتين في بعض. This wave includes sound of all frequencies. هل ده حاصل؟ لا، ده مش كل الفريكونسيز اللي موجوده. خلاص؟ يبقى المفروض، هو بيقول لي الكلاسيكال ثيوري بتقول لي المفروض ان السبيكتروم ده يبقى فيه كل الفريكونسيز، يعني فيه كل الويف لينثز. اكسبيرمنتالي الكلام ده مش حاصل. Experimentally عندي cut off wavelengths أو cut off frequency. أهو figure 11 show permissible length spectrum using the same cathode and anode with four different accelerating potential. We see that not all X-ray frequencies and wavelengths are emitted. يبقى معنى كده إن ال classical theory بتتناقض مع ال experiment. هو ايه اللي بيحصل؟ برميشن لانج ده بيخرج ازاي؟ قال لي والله الالكترون اللي داخل هيقابل التارجت نيوكليوس، التارجت نيوكليوس دي موجبه، فنتيجه لانها موجبه تعمل له انجذاب، هتشده ناحيتها، فيحصل له ديفليكشن. لما يحصل له ديفليكشن الانرجي بتاعته هتقل، فتخرج على هيئه اتش اف، تخرج على هيئه اتش اف. خلاص كده؟ ودي ليها مينيموم فاليو، لان لو قرب اكتر من كده مش هينفع. ولقوا ان في معادله بتربط الكلام ده ببعض، ان الاي في الفي اكسلريتنج بتساوي اتش اف ماكسيموم. اتش اف اهي، اتش اف يعني ايه يا اولاد؟ يعني كوانتم. يبقى اللي فسر هنا خروج البرمشترلانج هي الكوانتم، يبقى في ماكسيموم فريكونسي او مينيموم ويف لينث، يبقى الكوانتم برضه بتفسر لي خروج البرمشترلانج. طيب، وقال لي ان في ثريشولد فولتج اقل منه مش هيخرج اكس راي، يبقى برضه في رينج للفولتج لازم يحصل. مش بس كده، لقوا كمان حاجه غريبه جدا، عند فريكونسيز عند سوري عند بوتنشلز معينه لقوا ان يظهر بيكس كده، بيكس غير الكونتينوس. فين الكونتينوس ده؟ الكونتينوس هو مستمر. هل ده في بيك غير الماكسيموم ده؟ لا ما فيهوش، ده كونتينوس، ده مستمر. انما لقوا عند قيم معينه للويف لينثز هنا يحصل ماكسيموم. بص هنا قيمه معينه حصلت بيك، عند قيمه معينه حصلت بيك. بداوا يدرسوا البيكس ديت، فاكتشفوا ان البيكس ديت مميزه لنوع الماده. يعني ايه؟ يعني لما يغير الانود، يغير التارجت اللي بتخبط فيه الالكترونات من نحاس لحديد، من حديد لالومنيوم، من الومنيوم لكوبر، ايا كان بقى الانواع، يغير الانواع دي، لان البيكس دي بتظهر في اماكن مختلفه، ومفيش اتنين ميتال بيدوني نفس البيكس. فقال لك يبقى دي كاركترستيك، يبقى دي مميزه لنوع الماده، كاركترستيك لنوع المادة. اوكي كده؟ فالكاركترستيك ديت لما جم يفسروها بالكلاسيكال ما عرفوش، الكوانتم قالت لك لا، دي ناتجة عن انتقال
بين تو ليفلز عند سيرتن فريكوانسي ويف لينث. هنتقل من مستوى لمستوى تاني جوه الماده، والمسافات بين المستويات في المواد بتختلف من ماده لماده. فرق المستوى الاول من التاني في النحاس غير الحديد غير الالومنيوم غير الذهب غير الفضه وهكذا. خلاص، يبقى معنى كده يا اولاد ان الكوانتايزيشن مفروضه علينا بقى خلاص، مفيش حاجه عارف افسرها دلوقتي من غير كوانتم. يبقى معنى كده ان نظريه الكوانتم ويل استابليشد. في المحاضرات الجايه بقى هنتكلم بتفاصيل اكتر على الكوانتم ثيوري ان شاء الله. كده يا اولاد احنا انهينا الشابتر الاول. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنزل لكم في اول الاسبوع يوم الاحد او الاثنين هنزل لكم الاساينمنت رقم واحد. هنزل اساينمنت رقم واحد، اوكي يا اولاد، وافتحه مثلا لمده اسبوع ولا حاجه، تشوف طبعا التايم هيبقى موجود عندك. في اي استفسارات قبل ما اسيبكم؟ في اي استفسارات يا اولاد؟ اي استفسارات؟ انا معاكم، اي حد يكتب لي اللي هو عايزه، اي حد يكتب لي اللي هو عايزه. مفيش حد بيكتب اي حاجة. العدد صغير جدا النهاردة، عدد يعني بصراحة مخجل يعني جدا. درجات ايه يا عمر؟ انا سلمت انا سلمت النتيجه من زمان للكنترول. الكنترول بقى يطلع النتيجه امتى؟ ما اعرفش والله. الكنترول هيطلع النتيجه امتى؟ انا ما عنديش فكره. اي استفسارات تانية يا اولاد؟ اي استفسارات تانية؟ شكرا جزيلا، اشوفكم على خير ان شاء الله.